إن ولدت ميت. بدت قصتي وأنا عمري 9 سنوات أكتب قصص لأبطال خارقين وسط مغامرات القصف والقتال. أحمد هذا بعد ما تركتنا 3 سنين جيش تغير، بس الخوف اللي بداخل ما تغير. جوات بيجي حيوانك يقوشتين بدا مداس نافيتي يعني بسانك أوكي هابو درستك هابو أوكي هنبو سلا تشاغي من ديتي من بو يعني أسلين ندم أوي من بو. جمعنا هذا اللسان اللي هو شكب رأيتي صار تقريبا هيك قد هذا لحمارته. شلون يودون الأهل ما أعرف شي يقولون مو هذا حرب. شلون حرب؟ من سنوات يعني الاحتيار كله. فكملت 4 قصص وإذا أبطال هاي القصص ماتوا بالنهاية. العدسة الحرة، القصة 5 على الجزيرة الوثائقية.